موعد سقي الأشجار غدا، وستكون هنالك أمطار بإذن الله حسب الأرصاد الجوية. هل نسقي الأشجار تزامنا مع سقوط الأمطار؟ هل نسقي الأشجار قبل أو بعد سقوط الأمطار؟ كل هذا سنعرفه وإياكم في هذا الفيديو القصير بعد هذا الفصل. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة، وكما العادة يوم جديد ونهار جديد وموضوع جديد. نحن الآن في المزرعة بصدد مراقبة ومتابعة أشجارنا المغروسة حديثا، وكذا أيضا الأشجار القديمة. أتمنى أن تكونوا بخير. لأول من يصل إلى القناة يمكنك الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كما يمكنك ضغط زر الإعجاب وترك تعليق يحفزنا للاستمرار ودعم المحتوى الفلاحي، أو اترك كل استفسارك في التعليق. مرحبا بكم أصدقائي، ها أنا اليوم في أراقب أشجاري المغروسة. منذ شهر كنت قد سقيتها كل أسبوع، أقوم بعملية الري. موعد الري هو اليوم، يعني كان لابد من سقي هذه الأشجار اليوم، لكنني لن أقوم بسقيها. لماذا؟ لأن الفلاح صديقي الفلاح يجب عليك متابعة الأرصاد الجوية دائما دائما وباستمرارية لمعرفة أحوال الطقس، درجات الحرارة وكل هذا. فلا يمكنني أن أسقي الآن، وهنالك بحول الله ستكون أمطار غزيرة لثلاث أيام القادمة، يعني فقط تضيع للجهد والثروة المائية. فماذا أفعل أنا الآن؟ أنتظر بإذن الله. إذا كانت كمية الأمطار جيدة تساعد أشجارنا فهذا شيء ممتاز، وأحسب هذا وكأنه ري. أما إذا كانت كمية الأمطار قليلة فيمكن أن أربح بعض الوقت، يعني يومين أو ثلاث أيام، في عوض أن أكون قد يعني حسب برنامجي الذي أتابعه السقي كل أسبوع، يمكن تأخير الري نوعا ما. هذا شيء جيد وإيجابي أصدقائي الفلاحين. خارج هذا الموضوع أتكلم على درجات الحرارة وحول الأشجار التي بها الآن ورود وأزهار. قبل أن أتطرق إلى هذه النقطة، إذا لم تضغط زر الإعجاب بعد اضغط الآن، واشترك في القناة، واترك لنا تعليقا يحفزنا عليكم بدعم المحتوى الفلاحي، فلا أحد يدعمه من غيركم أنتم متابعي ومحبي الفلاحة. لن يأتي أحد يعني خارج هذا الموضوع غير مهتم بعلم الفلاحة ويقوم بالتعليق والاشتراك في قناتنا. تأكدوا بشكل جيد لن يقوموا بهذا، لذلك هي مسؤوليتكم أنتم من أجل دعم ورفع المحتوى الفلاحي على مواقع التواصل، لكي تصلكم فيديوهاتنا ولكي تشجعونا على الاستمرار والاستمرارية. إذا أصدقائي، لمن يملك أشجار هكذا في مرحلة الطربوش الأحمر قريبة من التفتح، يعني هذا شيء جيد وجميل، هو موعد رش الكبريت. لكن في حالة ما إذا أردت رشه فعليك متابعة درجات الحرارة لمعرفة أي من الأيام تساعدك، لأن الكبريت يتطلب نوعا من البرودة عند رشه. هنالك أيضا معلومات أخرى سأجعلها يعني موضوع كبير نوعا ما، سأجعله في فيديو آخر سأنشره قريبا على القناة. أتمنى أن تكونوا بخير، دمتم بصحة وعافية، وإلى اللقاء.